همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. حرب ميليشيا الحوثي أجبرت محمد زين وعائلته على النزوح وترك أملاكهم ومزارعهم، واليوم في أبواب الخير لسنته الثانية تطرق بابهم للتلمس حاجاتهم ومعاناتهم، فتعالوا معنا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله وأهلا وسهلا بكم إلى عندنا. تفضل. وأحييتهم وشرفتهم. تفضل. أبواب الخير اليوم مع النزوح، مع المآسي التي خلفتها ميليشيا الحوثي في تعز، وخصوصا مديرية موزع، مديرية نائية، ولكن ميليشيا الحوثي أبت إلا أن تكون موجودة في هذا المكان وتقرع ناسها الآهات والآلام. أهلا وسهلا. حياك الله. أهلا وسهلا. نرحب بكم اليوم في رمضان في برنامج أبواب الخير. أهلا وسهلا وحيا الله من جاء، وشرفتم وآنستم لعندنا، ونشكركم كثيرا كونكم تزورنا وتتلمسوا أحوالنا وتطلعوا على وضعنا الحالي والموجود عن قرب يعني، وهذا يعني فضل يعود لكم ثم للقائمين والذي أتى بكم إلينا وساعد على وصولكم لعندنا. طبعا احنا اليوم نتكلم خطوة بخطوة، معاناتكم كيف عانيتوا في خلال هذه الفترة في مديرية موزع أنت وأطفالك والناس اللي موجودين هناك؟ طبعا عانينا كثير نتيجة للحرب الدائرة ما بين الحوثي والشرعية، وهذه الحرب طبعا أكلت الأخضر واليابس ودمرت علينا كل شيء، وأضطرتنا اضطرار إلى أننا نترك بلادنا ومزارعنا ومواشينا ونفر بأنفسنا، ولم نأخذ معنا أي شيء من بلادنا غير يعني أخذنا جلودنا فقط أو أشخاصنا، وانطلقنا أو سافرنا إلى تعز، ووصلنا إلى تعز طبعا ونحن نشعر بهذه الغربة والمآسي وضيق العيش، ويعني الهم الذي كان يسيطر علينا لفترة السفر وفترة الانتقال وفترة الاستقرار. والصراحة يعني كنا نأمل أنه نجد من يفتح لنا يعني قلوبهم أو يستشعر بمعاناتنا، فالحقيقة أنا صدق يعني وجدت مؤسسة معاذ الخيرية فاستقبلونا ولله الحمد، وشعروا بمعاناتي وما كنت فيه من ضيق، فللأمانة يعني فأعطونا سلال غذائية وفرقوا همي من أول يوم، ولذلك بديت أشعر يعني بتفريق الهم قليلا ما قليلا، يعني كنت أدخل البيت الصراحة وأشمئز، يعني كنت أشعر أننا في غابة. تصور أننا كنت دخلت اليوم هذا اليوم الأول واليوم الثاني وكذا، واجي يعني لا معي مطبخ، لا معي ضوء، لا معي يعني كنت لا معي فراش، لا معي بطانيات، تمام. كانت الصراحة مأساة، مأساة جدا يعني الصراحة. كنت أجي للباب هنا وأخرج للأمانة، أترك أطفالي وأخرج، يعني أنا مستحيل أن أنا أيوة مستحيل أن أنا أدخل، لكن الحمد لله يعني بفضل هذه المؤسسة الرائدة مؤسسة معاذ يعني الصراحة استقبلونا ومدوا لنا يد الخير، وشعرنا يعني أنهم مدونا وفرقوا عننا الكرب، ذيك الكرب الذي كان فينا، فجزاهم الله خير، وندعو الله تعالى أنه يعني يسعدهم ويكرمهم ويخلف عليهم بالخير وعلى الداعمين، وكل من أتى إلينا أو تساعد أو وصل إلينا فجزاهم الله خير، وندعو الله أن يبارك فيهم وفي أولادهم وفي أموالهم ويعني ومدهم من عنده. أستاذ زيد، طبعاً أنت الآن تتكلم لنا عن معاناتك الدائمة، لكن الآن إحنا في شهر رمضان، كيف تعيش في شهر رمضان خصوصاً أنت الآن لا رواتب، لا ما فيش معك جيران ولا أهل غير أنت طريد شريد من حرب ظالمة في محافظة لا يوجد فيها أحد، تكلم عن هذا الموضوع.
طبعا معاناتي كثيرة في شهر رمضان، وهذا الشهر كما تعرفون الشهر الكريم له يعني عدة طلبات ومتطلبات، يعني من حيث أن المطبخ فارغ ويحتاج له إلى كمية من الغذاء، ونحن نشتري مياه الشرب ومياه الاستخدام ونشتري كل ما نحتاجه، فهو شراء علينا، وهذا كله يعني عبء وثقل نتحمله نتيجة لأنه لا يوجد لدينا أي دخل. ونشكر يعني مؤسسة معاذ في كونها تخفف عننا جزء من معاناتنا بتقديم السلة الغذائية، فهي يعني مشكورة على هذا الجانب، وندعو الله تعالى أن يعينهم. لكن متطلباتنا أكثر من السلة وأكثر يعني، فكل ما يمكن أن يحتاجه البيت فنحن بحاجة إلى من يساعدنا ويوفر لنا، يعني سواء كان ماء شرب أو مياه مستخدمة أو حتى يعني حتى الغاز، حتى نضطر أحيانا ما تقدر تشتري دباغاز، يعني أحيانا تكون يعني يجي تشتري دباغاز مش قادر توفر قيمته. عايز صلاح شاهي. وأضيف إلى ذلك يعني كم ما عاش نقول يعني بصل ولا طماطم ولا صلصة ولا هذه كلها معانا نعانيها، يعني هذه إحنا نعانيها يعني كنازع. فأنا أقول لك أحيانا تكون يعني 100 ريال بالليل ما بس معك حاجة ما تقدرش أحيانا توفرها، ها بالليل أحيانا تكون تقول لك إحنا نشي عشاء ولا شيء ما تقدرش توفرها أحيانا، ها إلا تبكر من الصباح يا الله تروح تدبر لك واحد زميل ولا صديق يعني يفرقها بهذا الجانب. معاناة النزوح كثيرة وخاصة في رمضان. ها فعلا يعني معاناة النزوح فعلا انك تجي احيانا الى منطقة ما تعرفش حد. ما معكش حد هنا ما تجي يعني ما تقدر تروح لعند اي شخص تقول له مثلا دينا او سعفنا، ما تقدرش، لا صاحب بقالة ولا صاحب دكان ولا صاحب مخبز ولا صاحب واية ماء ولا كلهم هنا اغراب. احنا عرفنا في ريف يعني مش عارف في الحياة دي. ايوه كل حاجة موجودة في بيتك. كل حاجة موجودة، الماء نروح اشغل بمبا، المزرعة موجودة. المزارع حقي الان هجرات، والاغنام حقي الان اكثر من 50 راس انتهى له، والبقر انتهت، والبيت اتحطم، كل حاجة يعني اصبحت يعني. انت الان لما نزحت من القرية كم منكم من اسرة؟ كم منكم؟ اللي هنا نزحنا حوالي 7 وبعد رجعنا وصلنا ل 11. جالسين في بيت مين؟ اين هنا؟ لا ايجار. ايجار 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 متعب. ها ها الايجار خليها الله بس. الايجار طبعا احيانا الانسان طبعا ما فيش مصادر لنا. والمؤجر يعمل لك لا اول يوم من الشهر اللي شي يجي وقع ويدقدق الباب يقول لك انا شي ايجار، ولا طلع بند عليك الماء، ولا يعني المهم خليها على الله بهدله بند الماء عليك وقال لك انا شي ايجار، ما انا قصدي اللي يجي بند الباب عليك من هنا وقال لك لا تخرج خالص. ها فعيب استحي احنا طيب شو نجيب لك ان شاء الله باكر، ان شاء الله بعد باكر يقول لك لا 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 ما ايش داخل انا شي ايجاري. تمام ما له طيب انا نازح ما طيب عاد ما حصلتش حد. تمام طيب ندي لي يومين يقول لك لا مو يومين، ايه انا ما قلت انت لما دخلت عندي ما قلت ليش انك انت شي يومين، انت اول شيء قلت لي بتعرف. ايوه انت مش الفين على هذه الحاجه؟ لا مش الفين طبعا، مش الفين هذه مصير لنا ازعاج. ازعاج يعني مش بيتك موجود اصلا مزارعك؟ مزارعي وكلهم يعني الحاله كانت هناك مستوره والحمد لله كان الامور موفره عندنا، لكن هنا كل حاجه نحتاجها وكل حاجه نحن في حاجه اليها، ونتمنى انه يعني من الجهات الداعمه دي او المؤسسات وكذا توفر لنا الحاجات التي يعني الى جنب مؤسسه معاذ، كون مؤسسه معاذ توفر لنا السله الغذائيه، ايضا نتمنى من المؤسسات الاخرى انها توفر لنا الايجار، توفر لنا يعني ايوه توفر لنا حاجات الغاز، توفر لنا الماء، توفر لنا لانه ما عاد حد هنا ما عادش حد تجي تكمل الحرب. الحرب ان شاء الله تكمل، ان شاء الله احنا نتمنى انها تكمل. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف النزوح هنا؟ كيف عايش الحرب؟ شتت بنا وشمت بنا وقيع العالم وخلاهم مطرطنين في كل بلد. الحمد لله.
أن ندعي رحم الرحمين يفرجها من عنده، والذين إحنا نازحين لن نعرف حاج غربة أم يبي اشترى أم دم اشترى، كل ما اشترى إلا بالفلوس، لا ما معكش تخيل ولا قدر ولا مي ولا شل. الحمد لله أن ندعي ربي يوفق هذين اللي يهبوا لنا من الله، إحنا نازحين ربي يفتح عليهم يدخلهم الجنة بهذا رمضان مروح إن شاء الله، وإحنا ما تعبانين لكن شيء رحمة الرحمن شيء يشفق إحنا من فضل. يعني كيف ما هربتوا من موزع؟ هرب إحنا من هذين الحوتيه عم بيتحكنا من هجمة هجموا بدينات ومعنا غنم حطمه معنا ثور والله نقول إنه ما يقول الدينة بدمهم قبيبة يا نظيفة ورحنا لعند ذنين اللي ما ترى عندمي علم تشكي غنم وحده تعوى هذا والدي تعوى من سعفنه لهنا عداء كلها هذا من المقاومة يدهفوا بحنا على المقاومة أيه وانو هون قال احنا ماشي على المقاومة ذن المدى ماشي تعلمي لم علم تشتكي نشتكي على الله سبحانه وتعالى هدموكم خربوكم هدى والله خربوا احنا من بيوتنا ابا ثوروا قتلوا عايروا قتلوا حكم واحنا مخبئين انا كنا مخبئ داخل البيوت والله دب حق مي ودي زال ده ما في الا يلا صباح الصبح وصاحبي يضحك صاحبه وفي الا مهراب وام صغيره وام نساء وام ذا واللي دخلينا والله انا خليتهم جنبي حقي وذا وعيي ملان ما نركعهم شيء يكونوا بزوع بتون ما نركع هربنا وفي الام صايح في الام نساء على كبار وفتينا واللي قدرنا نحمله واللي قدرنا شيء خلينا عدل طعام حقنا والله انه فوق 15 كيس او 20 دينا بلو مام سمان هذي اللي قضيفة هالس اللي معاهم اللي معاهم سياير حمد حمدوا حقهم احنا معانا شيء ناسي بقدر تحمل حالنا معانا شيء يلا كمشة تحمل حملنا بس بطانية بس هلا برسرة واللي طاح اللي في بيوت طاحوا اثنين في المدح انا بس ستر الله بس عاد احنا ستر الله ما سلمنا احنا ولا ذا ومصات مدني من كذا ومدني من كذا كانوا مدني من كذا ومدني من كذا بس مثل ما طير بس ربه سهل اما صار ذا قلنا ها يتبدل بدله ومذا يتبدل بدله كله ولا بنادم يتبدل شيء الحمد لله وصلنا لهنا لا انت الان في رمضان كيف تعيشوا برمضان وانتوا ولا معاكم حاجه؟ رمضان احنا عندنا مي بلاش واكل بلاش وكله بلاش وفي مساجد عند الله القريه من القريه انا هل انا عادين هلا لا بس عامه لكن انا في المسجد واعتكف لهم 10 اخر في دحين بزوا قالوا بزوا حكم مكرفون حكم مسجد وذي اللي فوق الضوي بزوها ولا بزوها ودحين كيف هنا تقضي رمضان؟ والله على الله أننا ندعي عذنين اللي فاعلين الخير يساعدوا احنا شيء القول أجزاهم عند ربي احنا مقابل موسير رمضان هذا موسير رمضان حق الأجر والثواب ندعي لهم ربي أي علاء رحمة الرحمن هو يعلم انت تهب هو يعلم صاحبه يعني ما معاكم اي حاجه بالبيت ولا انا حاجه ندعي ربي بس الله شكرا لك يا عم كل عام وانت بخير ان شاء الله السلام على ربي يفتح عليكم ويفتح على الذي اللي يسعى في ذا رحمة الرحمن هو يعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاناة النازحين معاناة أليمة، حياة لا توجد فيها استقرار ولا حياة، موجودين ويعيشون على أمل فاعلي الخير لمساعدتهم في أبواب الخير. نقول هذه الكلمة أو نناشد كل الخيرين لمساعدة النازحين في محافظة تعز وجميع محافظات الجمهورية التي طالتها أيدي ميليشيا الحوثي وحاربتهم وأخرجتهم من بيوتهم.
همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. محمد زيد بويسة نازح من مديرية موزع، حاله كبقية حال أهالي موزع بعد أن أوكلتهم الحرب إلى العراء، حيث أجبرتهم حرب ميليشيا الحوثي على النزوح وترك مزارعهم وبيوتهم وكل مقتنياتهم، حاملين أنفسهم وفارين من رصاصات تفتك بأرواح المدنيين، بعد ظل محمد وأهل المنطقة في حصار قرابة شهرين. محمد زيد وجد نفسه فقيرا بعد أن كان غنيا، لجأ إلى منزل بالإيجار تاركا منزلا ومزرعة ومواشي أهلكتها بطش ميليشيا الحوثي. بعد معاناة وصل محمد زيد وعائلته المكونة من 7 أفراد إلى مدينة تعز. بعد فترة استضاف عائلتين من أسرته نزحتا من بطش ميليشيا الحوثي على قريتهم. معاناة محمد تفاقمت في ظل الانقطاع الراتب وحاجته المستمرة للقوت ليسد رمق عيشهم في منزل يخلو من أدنى مقومات الحياة. وتزداد هذه المعاناة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حنين محمد وأسرته للعودة إلى قريتهم وممارسة أعمالهم في مزرعتهم تزداد يوما بعد يوم، لكن رصاصات وقذائف ميليشيا الحوثي تحول إلى وصولهم إلى منازلهم. هذه المعاناة خففت مؤسسة معاد التنموية جزء منها بالتوفير المستمر لأسرة محمد بالمواد الغذائية والإغاثية، إلا أن محمد لا يزال بحاجة إلى العديد من المساعدات وغيره من النازحين. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. ممكن تتكلم لنا عن مؤسسة معاذ التنموية، ماذا تفعل للنازحين خلال هذه الفترة؟ بصراحة مؤسسة معاد التنموية ومنذ إنشائها في ظل ظروف الحرب، وهي تولي شريحة النازحين أهمية وأولوية قصوى، بحكم أن النازحين والمشردين من ديارهم لم يبقى لهم شيء وتركوا كل شيء خلفهم ونزحوا، ولذلك نحن نوليهم من خلال مشاريعنا الإغاثية، مثل مشاريع السلال الغذائية، استهدافهم من خلال السلال الغذائية، من خلال توزيع حقائب الإيواء، من خلال القوافل الطبية، من خلال المساعدات النقدية، في مشاريع إغاثية كثيرة تستهدف هذه الشريحة، تنفذها مؤسسة معاذ على مدى الفترة الماضية سواء كان في الريف أو في المدينة. فنحن معظم أنشطة التي تستهدف النازحين في جبل حبشي، في الوازعية، في المخا وذباب، في الصل وفي الأحكوم، في رأس العارة، وصلنا إلى رأس العارة إلى لحق، وأيضا النازحين القادمين من هؤلاء المديريات إلى المدينة، ونستهدفهم بشتى أنواع الإغاثة، في الإفطارات، في اللحوم، في الأضاحي، في شتى أنواع المشاريع المؤسسة. مثلا لو تحدثنا عن الإيواء، فمؤسسة معاذ وزعت حوالي استفاد ما يقارب 1180 فرد من ضمن المستفيدين من مشروع حقائب الإيواء فقط. بالنسبة للسلال الغذائية وزعنا أكثر من 12700 سلة غذائية لنازحي ذباب والمخا بالتنسيق مع مؤسسة البادية التي هي كانت المنفذة للبرنامج للمشروع، ونحن شريك ميداني في التوزيع وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية. مثلا في الجانب الصحي نفذنا قافلتين طبيتين، القافلة الأولى خرجت إلى رأس العارة وأغاثت النازحين هناك على مدى مجموعة من الأيام، واستهدفت أكثر من حوالي 750 أسرة أو بهذا الحدود. أيضا من خلال تزويد المستشفيات
في المدينة من خلال تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية وبالمحاليل وبالأكسجين وبالأدوية، وقد كان لمؤسسة معاذ سباقة في هذا الجانب. أيضا مثلا نازحي الشمايتين، نازحي جبل حبشي، نازحي الحكومة، نازحي الصلو، كان لهم أيضا أولوية في مشاريع المؤسسة. مثلا في مشاريع كسوة الشتاء كنا نصل إلى هذه المديريات في أعالي الجبال حيث البرد القارس والظروف القاسية، والنازحين في الخيام وفي العرى وفي المدارس، ثم نقوم بتوزيع ما يقود به المحسنين من خلال مشاريع كسوة الشتاء. أيضا في الأضاحي، في المواسم، في رمضان، نحاول أن احنا نصل لهذه المديريات ونتفقد النازحين فيها بحكم معاناتهم الشديدة وظروفهم القاسية. نحن الآن في منطقة الوادين تابعة لمنطقة رأس العارة، خرجنا في مخيم طبي معاينة النازحين من الوازعية في هذه المنطقة النائية البعيدة، ونشكر كل من قام ودعم هذه الفعالية، وشكر خاص لمؤسسة معاد التنموية ورجل الخير والأعمال أبو رياض حفظه الله. همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. مؤسسة معاد التنموية تقدم لك هدية رمزية صغيرة بمناسبة قدوم شهر رمضان. طبعا شكرا لمؤسسة معاد، وشكرا لمؤسسة معاد على يعني مواساتنا ومواساة النازحين، ونتمنى وندعو الله عز وجل أن يسعدهم وأن يخلف عليهم وأن يمد في أعمارهم ويمدهم بالخير والبركات. وشكرا لكم أيضا على وصولكم إلى عندنا لتلمس حاجاتنا عن قريب، وشكرا للجميع. سيد نجيب، ممكن تتكلم لنا عن هذه الحالة وكثير من النازحين اللي أنتم تدعموهم؟ والله نحن على مدى سنوات الحرب ونحن نولي النازحين اهتمام خاص بحكم أنه يتركوا كل شيء وينقوا بأرواحهم، ولذلك نخصص كثير من المشاريع الإغاثية لهؤلاء النازحين. الأستاذ محمد زيد منذ أن وطأت قدم أسرته هنا تواصل معنا، وحاولنا أن نواسيه ببعض الأشياء لتجهيز المطبخ والتغذية، ثم شيئا فشيئا من مواد الإيواء، وكذلك ثم بعد ذلك أصبحنا على تواصل معه ومع كثير من النازحين الذين يتم استهدافهم من خلال مشاريعنا الإغاثية لمواساتهم. ونحن الآن مع قدوم شهر رمضان أيضا استهدفنا هذه الشريحة، ومنهم الأستاذ محمد زيد الذي يضم إلى جانب أسرته عدة أسر من أسر أقربائه، ونحن نعلم بهم وبياناتهم عندنا في المؤسسة في قاعدة البيانات، فأحبينا نواسيهم بما نستطيع من مما يبذله المحسنون ويقودون به في هذا الشهر الكريم لنخفف من معاناتهم. كما نناشد بقية المنظمات والداعمين أن يولوا في هذه الشريحة، شريحة النازحين، اهتمام خاص وخاصة في هذه مواسم الخير. شكرا لقناة عدن، ونسأل الله أن يوفق الجميع. همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير داعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي